مشاهدين ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم مناقشات، حيث ألقى عدد من النواب ببيانات بشأن مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة. من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب وبأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو، مشيرا إلى أنه سيجرى عقد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لتوفير الكمية المطلوبة من الغاز على أن يتم تدبيرها حتى تعمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للوصول إلى تقليل انقطاع الكهرباء، مؤكدا تعهد الحكومة بتقليل وقت تخفيف الأحمال قدر الإمكان اعتبارا من الأول من يوليو القادم. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم مناقشات، حيث ألقى عدد من النواب بيانات بشأن مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة. من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو، مشيرا إلى أنه سيجرى عقد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لتوفير الكمية المطلوبة من الغاز وسيتم تدبيرها حتى تعمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للوصول إلى تقليل انقطاع الكهرباء، مؤكدا تعهد الحكومة بتقليل وقت تخفيف الأحمال قدر الإمكان اعتبارا من الأول من يوليو القادم.